هو الماتش كله يعني في حته، وانا بيتهيألي بالنسبه لكم انتوا كمان الشوط الخامس ده كان في حته تانية خالص. طبعا خالص. يعني انتوا بعد ما كنتوا كسبانين 2 وتعادلتوا 2-2 طبيعي جدا ان يبقى في بانيك، طبيعي جدا تحسوا ان اللقب ممكن يروح منكم او البطوله ممكن تروح منكم، وخصوصا ان الشوط الخامس كمان كان ماشي يعني مش مريح. حسيتوا ولميتوا نفسكم ازاي؟ يعني ايه اللي انتوا كل واحد كان بيقوله لنفسه ابتدي بساره، وايه اللي انتوا كنتوا بتقولوه لبعض وكابتن حمدي كان بيقوله لكم في خمس شوط؟ احنا كنا في الملعب نفسه لحد اخر نقط، اخر تلات نقط كده خلاص بقى احنا بنبص لبعض بقى الواحد مش قادرين بقى، اعصابنا مفيش حاجه قادرين يعني نعملها خلاص، الموضوع كان ستريس اوفر. بس بعد كده بقى ابتدينا ان احنا لا نشجع بعض ونفوق بعض، الروح في الملعب كانت عاليه قوي. كنا بنطلع تايم اوت، كابتن حمدي كان بيدينا يعني تعليمات كده نعمل ايه وكده، بس لحد ما قدرنا الحمد لله ان احنا بس لحد اخر وقت احنا لا احنا كنا الموضوع كان صعب قوي.